لكن كرة جميلة جدا عند بصاص، بصاص أخذ مساحة، بص يمين ياخذ على اليسار، مرة تمريرة حلوة، الله 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 الله، دربك خضر يا الخضر، دربك خضر يا السعودي، فوق هامات السحب يا الأخضر، فوق هامات السحب، أول أهداف المباراة، أول الغيث قطره يا الأخضر، أول الغيث قطره يا الأخضر، أول أهداف المباراة، تمريرة من العمق وهدف أول سعودي، هدف أول لمنتخبنا الوطني، تمريرة جميلة، الصقور الخضر يحلقون يأخذون بالتنين في لمسة بصاص وفي روعة المولد، وفي روعة المولد، الله يا بصاص والله يا المولد، حيوية الشباب كم هي جاذبة، كم هي عاطية بشكل رائع في المباراة، الله الله يا الأخضر استمر، قلنا علينا أن نسجل على مستوى العالم لنا في تاريخنا، وصلنا في 21 في جولاي 2004 كان تصنيفنا 21، لكن الحين كم بعدنا، قربنا على 100 بعد 21، وصلنا إلى 126، لكن خطورة، خطورة صينية، خطورة صينية، محاولة خطيرة، الله، هدف التعادل يأتي للمنتخب الصيني، هدف التعادل يأتي للمنتخب الصيني، وحذرنا من تشاو كوري اللي سدد كرة في العارضة، راحت الأولى والثانية وصلت في الشبك، يا جماعة بنفس الطريقة يتنفس كاماتشو المدرب الإسباني مع هذه الكرة، بنفس الطريقة ترى اللي راحت منها رجعت في العارضة، الكرة الآن ادخلت من نفس اللاعب، ادخلت فيه لأن العمق ما في موجود أعتقد أحد، بالتالي سجل تشاو كوري هدف التعادل، هدف التعادل، هدف للمنتخب الصيني، وبالتالي تشاو كوري الراية ردت لي بصاص، يلعب كرة على الطرف الأيمن، نقلة هناك، محاولة داخل منطقة الجزاء، الله جابها الصقر نايف، جابها نايف، جابها نايف، الله يا الأخضر، الله يا الأخضر، جابها الصقر نايف، جابها نايف يا لوبيز، هذه الورقة اللي تراهن عليها يا لوبيز، سجل نايف هزازي، حرك المدرج، حرك ال 25 الله يا نايف الله يا هزازي هز الشبك بقدمه هز الشبك هالمرة بقدمه نايف هزازي قاعدين يراقبون راسه ما انتبهوا لقدمه سجلها بقدمه الذهبية هالمرة نايف الله على الكرات العرضية جاك الحل يا لوبيز على قدم هزازي الله على الفتى والعريس في ليلة خميس هذه اللي غنوها له ليلة خميس حضر منها انذهل من خلالها كاماتشو بالفعل يا وليد عبد الله فرحة ثانية ويا